يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب أحدهم في صحيفة في إحدى الصحف مقالا يطلب بإحياء الاحتفال بالمولد النبوي، وأن هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له وإحياء لمولده، وأن في جاء فيه أحاديث صحيحة، فكيف الرد على هذا؟ الرد على هذا واضح، وين الأحاديث الصحيحة التي جاءت لإحياء المولد؟ بل وين الحديث الضعيف؟ حتى ما في ولا حديث ضعيف لإحياء المولد. هذا إما أنه جاهل وإما أنه كذاب يلبس على الناس، لكن الناس والحمد لله عندهم يقظة وعندهم تنبه، لا ينخدعون مثل هذا الكلام، بل هذا يدل على جهل هذا القائل أو على ضلاله، ويفتضح بذلك أمام الناس. نعم.